اوكي، الكاميرا مكان حليو هنا. اوه، الكابل دائما في الوجه. اي القبعة لازم احطها في الكاميرا ولا لا؟ في ناس يشتروا لي هدايا غبية غريبة. And I should appreciate that by showing them. اشوف التويتش مليان الجميع هالوين هالوين هالوين. I was like, what's صاير؟ Oh, October 31 هالوين. Really? I was like, okay, هالوين. Let's do هالوين then. وشو اكثر شيء خوف من الشغل على المحاك حقي؟ So, happy Halloween everyone, I guess. No. اوكي بدر. انزين الحين الكاميرا 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 يا كاميرا، كيف تكوني كاميرا؟ I don't know, بس نيفر وينتر نايت. خلينا نقلع نيفر وينتر نايت. ما عاد نيفر وينتر نايت، يوم الايام نرجع نلعب نيفر وينتر نايت. And then I've helped you to be happy. Play dragon. Alright. Good? Good. Actually, the camera is way too much. Alright. يمكن لو ارفع حشو. I hate cameras. Alright. So let's close this. This is the Halloween special edition for Cookie Slayer. We're gaming his own. ما ادري كيف صوت اخو لوفي، حتى اسمه نسيته، من زمان ما تابعت الكرتون. سنين. جيسس. 2019 اعتقد 2019 يمكن اخر مره تابعته. اي وين كنا؟ يس، خليني اشغل الشات. لان الشات هنا ما شغلت اب ويجت ما يصير شفاف. فيا اخي قصص غريبه بعض الاحيان. فلي فترة ما اشتغلت على المحرك في فيديو، لان عادة لما اشتغل على المحرك احتاج تركيز. اذا حسيت ان التويتش بيكون في الطريق انه بيلهيني، I don't work on it. Simple as that. حليت عدة مشاكل فال هو مي حل مشاكل، انما لان عندي نظام جديد بالكامل تبع الار كلاسز، والكلاسات بنائهم كلهم متغير. والحين الانجن فجأة كده قاعد من النوم هي ويشتغل. And things getting complicated. I need to rebuild a lot of things. ولكن النتيجة النهائية بتكون very nice. Very nice. وين كنا انا؟ هذا الكاسل 2. وهذا السيميليتر. So let's start working. And the camera, بسبب ما في الشاشة الثانية لأن كنت أشتغل على تصوير واحد من الاجتماعات. Let me see. This is the ring display. The Halloween succubus. Alright. فنطلع الشات، نطلع الكاميرا. Alright. Working. انزين. زين. فعندنا اكبر مشكلة حتى اللي صاير قاعد اتكلم كني كذا. اكبر مشكلة واجهتها اول شيء ان في نظام من قبل الخريطة تستدعي الدرو فانكشن لجميع الانتيتيز ناقلهم. الحين معظم الانتيتيز اكشلي كل الانتيتيز يستورثون من نفس الكلاس بشكل او باخر. انيميشن كلاس، والانيميشن كلاس صار له ثلاث طبقات because it's getting complicated، لان الوضع شوي complicated for real. فعندنا layer animation وعندنا animation وعندنا collision animation.
فكلهم يستدعون الرسم Oh boy. هذا بعد شغل الافكت في داخله بس هذه later on I will deal with it. خلينا ننسى الشيدرز ننسى الافكت. خلينا نشغل تايمر لان اذا ما با ما اعتقد بشتغل 6 ساعات ما عاد عندي طاقة اشتغل 6 ساعات بس متعود احط التايمر 6 ساعات كنت يومين اشتغل 6 ساعات بس نترك 6 ساعات نشوف حظك نصيبك احيانا نشتغل 6 ساعات but not every day where were we اكبر محنة عندنا ان الانيميشن ريزولت actually doesn't get initialized لأن من قبل اللي كان يعمل له initialize ال old control system اللي يسميه action condition اللي يشيك على ال control ويشيك على ال condition state تبع ال entity تقدر تقول أنا بديت أحتك مؤخرا مع مطورين ألعاب تقدر تقول شبيه بال state machine اللي يستخدمونه في ال للتحكم في اليونيتي فزي الستيت ماشين بس مو مرئي يوم من الايام كان حوله مرئي بس that will take more work لان حاليا سكريبت انا حاليا قلبت من نظام ميكانيكي الى نظام سكريبت عشان يكون مره more optimized and more precise من قبل ميكانيكي وكان متعب جدا كله لف بال تاخذ اختيارات كله زي النبس تحركهم يعني اقرب وصف لهم اسهل طريقه عشان احل المشكله ان لما الانيميتد بارتيكل اللي هو البارتيكل اللي يدعم الانيميشن Yeah, it is the animated particle من اسمه هو اللي يدعم الانيميشن هو اللي يحوي animated للانيميشن نفسه كصورة result وداخل الانيميشن result reference للانيميشن اللي يحوي الكلاس والكلاس هو اللي يحوي الانيميشن data fuck my life انزين فالانيميتد particle هو الكلاس الابستراكت الخام للانتيتيز في الخريطة من creature objects objects item objects يعني مش البلوبرينت الانتيتيز نفسهم البلوبرينت هم الارك كلاس الارك كلاس هو اللي يحمي على الانيميشن داتا هذا يحوي الارك كلاس هو اللي يحوي على الانيميشن كلاس في الانيميشن كلاس هو البلوبرينت للانيميشن الانيميشن داتا is the entity المستخدمة لكل عنصر عشان يقول لك وش الانيميشن الستيت حقه هل هو معكوس هل هو في التك الثالث هل هو وش اسمه سوى هذا صاير نل وانا قاعد اكتب دروس الكونديشن بديت تعلمت على كيف استخدم علامة استفهام الفنتين ال null conclusion ما أدري شو اسمها وهذه ما عم استخدمته فا أقدر أرجع لما أسوي refactoring أستخدمهم كيف لأن من قبل ما عمري يعني استخدمته من قبل هاي المشكلة لما تبرمج على C sharp 2 أيام 2006 2007 وفجأة تنتقل كذا 2005 actually أول مرة شفت ال C sharp بس تعاملت مع ال Visual Basic Net instead وي سو في الكونستراكتور هذا الكونستراكتور الطبيعي هذا الكونستراكتور تبع اي let's try to do it مين اللي يستخدمهم في الانجن
الريفرنس ده. اوه احتمال. actually no wait what's going on here. ومين يستخدم ده كما توقعت؟ ال generators. في عندي functions generator لل entities. بدون شك كل شيء مربوط بالسكربت. No, it's the item bag. Items to bag. Okay. No problem. في شبكة. في اعتماد. في بطيخ. Creature object. Super animation. ما الكلاس. الملف صار في ايرور وما قدرت اغير اسم الملف. سوبر انيميشن للنظام القديم. والله خلعني الحمد لله. فلان ما قدرت اغير اسم الملف قلت يبا هد. It's not that good to kill yourself over things. فعندنا الكولجن انيميشن. واللاير انيميشن. Where's the layer animation? شكلي نقلت الكود تبع layer animation في مع layers. لأن في إعدادات layers واجد هناك فمحطنهم مع نفس الكلاس أسهل لي المقارنة. إنزين. بس ده ال collision animation. أنا ما أبي أتعامل مع ده. عم بي أتعامل مع ال particle اللي هو الانيميتد بارتيكل. سوري اباوت ذات. سمس اتس ا كومبليكيتد سيستم. ذا فاني بارت از اتس ذا ايزير سيستم ذان ذا بريفيوس وان. ذس ذا فاني بارت انيميتد بارتيكل. وير از ذا انيميتد بارتيكل؟ ذا انيميتد بارتيكل از ان ا بارتيكل اند فور سم فريكن ريزن ذا بارتيكل از ان ا ماب فولدر نوت ان ذا animation, even though a particle became an animated particle because of a new infrastructure, so we moved it here. So when we're going to make an animated particle, we need to create a new result animation. Zero. For the start, zero. إذا كان في action condition يحدد شيء آخر go for it. Animation name. ما أعتقد entities يخترعون باسم entity name إلا إذا كان item. والitem ما هو animated particle أصلاً. الitem يعمل inheritance للanimation بشكل مباشر لأنه أعتقد هي واو I forgot such info. واو give me a second. أعتقد لأن صار عندي نقاشة من قبل هل أقلب animated particle. actually yeah زي ما قلت يعتبر particle بس يدعم الانيميشن بشكل مباشر because الاي animation تجي مع package. فنظام الانيميشن تبع الايتم مختلف اما ايدل كونتينيوس انه ما في انيميشن يعني there is new in middle. فحاليا المشكله بالطريقه دي انا بجبر كل الانتيتيز انه لازم يدعمون الانيميشن ايدل. ف في طريقه الانيميشن ريزولت لما ما يكون في انيميشن يطبع الفريم الرئيسي تبع الصوره. ف فالمفروض فلما اسوي طباعه يشيك اذا كان في اسم انيميشن ولا لا. بس المشكله هذا البهيم يبي ريفرنس للانيميشن. فك مي. Do I? Can I make it an optional? Maybe I should change it to optional.
The thing is, I'm not sure if there's a way to make this optional because it's an object. ما اعتقد يمديني اعمل حاجة زي كده. Let's see. Really? Did they change it? Did they support it? ما كنت اتكلم يمديك تعمل reference optional كده null. Interesting. السبب اني ما ابي اخليه ايدل لاني ما ابي اجبرك جميع الانتيتيز اني يدعمون انيميشن ايدل. ف let's see what will happen. لان عندنا اوريدي قصر اوريدي ما عنده انيميشن ايدل بس هو بيصير كراش بس انا ابي اشوف الايرور اللي بيصير. اسهل لي اني اقعد احرر وحلل وفلل وبلل وقلل وعلل واكبر واصغر. ما اعطيت قيمة صفر. Back over 4x. What the hell are you talking about? Infinite loop? Oh dude. Dude, infinite loop. I never seen that before. Auto property buddy. هاي النتيجة لما تستخدم حاجة ما تعرف كيف تشتغل أصلاً. Auto property. I never used this before and I was like, let's try it. Here you go. Why does auto property call itself? I have no idea. Let me Google it. I can delete the sections. I have no idea how auto property work actually. I never used it before. I was like, let's make our code cleaner. And there you go, your code is cleaner, but do infinite loop. Auto property. Wait a minute. No, why not just sit and get? Just use a sit and get. I mean, I'm not sure why I'm doing this like this.
maybe كنت قاعد أعمل refactoring بسرعة and I wasn't paying attention يعني. والنظام كله كان يعتمد على قيمة واحدة اللي هي CP نفسه. بس ما أنا من أنا عملت بوليان زي كده أحفظ بوليان مختلفين واليوزر المفروض يستخدم دي مباشرة بس الحركة يستخدم دول مباشرة. Alright. دل هذا يمبالي عدل الحين. هذا استدعى الانيميشن. الانيميشن بغير النظام حقه. It worked. So dude, we are doing good. We're doing good. We are doing good. هذا يستدعى الانيميشن ويحسب مكان الفريم ولكن بطيء جدا. وهذه الشغلة سويتها في الاديتر. لان انت الارقام قاعد تعدلها في الاديتر في لما تشتغل على الماب اديتر وتقول ابي فريم الانيميشن يبدا هنا ويحسبها كالكوليشن او بغير الصوره ده هنا بعملها كاري. المفروض هذه جاينا بحتفظ بها لخوارزم من بسوي الساعه اني بحاول احل في ساعه المشكله دي. But let's go back and take a look. The current animation is null. فالمفروض بنال ما يطبع الانيميشن يطبع ال wait a minute get source rf an animation yeah اصطدام الكود القديم بالكود الجديد. هذا الكود كان يستخدم للكرنت انيميشن ولازم الكريتشرز يكون لهم انيميشن. انا غيرت النظام قلت الكريتشر او الانتيتيز اللي ما عندهم انيميشن بدل ما يطبع الانيميشن يطبع الفريم المحدد للشخصيه للسايد. animation data بس هذا animation data ما المفروض يرجع animation data في الحالة دي. المفروض ياخذها من ال R class. ليش ما اخذ ceiling؟ انت قاعد احاول لحل مشكلة ال wide gap. شكلي اقدر اشيل ال ceiling. المشكلة الوايد جاب انحلت بشكل مختلف. So but let's not remove it now. Maybe I done it because I want to do something else. So خلينا نحتفظ بمؤقتا بس الceiling. كنت قاعد احاول احل مشكلة الوايد جاب. الوايد جاب طلع مشكلة غبية ثانية. Yeah, it is the R class. What's going on? Give me a second. I need to check what the fudge is going on. Hello. بعد ياخذ reflection. This guy take what? Take the source. أنا من R class. غيرنا النظام بالكامل هنا. أعتقد أحتاج الفريم ها. واعتقد اسمه الست في ال
كيف الار كلاس مش كار كلاس كاست الكلاس بحد ذاته انما ديس جاي قد احتاج الفريم او سمثينج ما لا يا احتاج السايد Let's give it another try. Hello. Hey. But we got another crash. Hey. We got a result. What is it? Set animation. مين اللي سدع الست animation? Fuck. The controller. Action condition. مفروض في انيميشن ايدل انا ضايف انه للتجربة من قبل اي انا زي ما قلت لكم انا ما من قبل استخدمت الدبل كويشن مارك وي ماي نيد تو دو ذات نيو To be honest, احتمال ده بشيله. But again, I might need to make all characters when they don't have actions to set idle, but I might remove this actually. لأن المفروض الستيت اللي تبع الايدل يعطي ايدل مش عدم الستيت. احتمال كبير بشيل ده بس قبل ما اشيل ده خليني احاول احل الازمة remove this later هنا قاعد اشيك اذا الانيميشن موجود في الدكشنري واذا الانيميشن مش محطوط بس الكرنت انيميشن بكبر اهلا مش موجود فهادي نجي نستخدم another or ففي طريقة ثاني شكلي بجعل النوتات تبع الكلاس الحق وبشيك في طريقة بأقدر بسرعة أحطها يب it's kind of funny but I'll do that go to the condition This one. This is advanced condition crap. I call it advanced. It's not that advanced. بس لما واحد أول مرة يتعلم برمجة أنا بكبر أهلي ما عم يستخدمته فا. كده.
No. Oh, this is the current animation as the reference of animation. So actually لأن أنا بحط animation ثاني فيه. So actually it should be yeah. this is the reference of animation. So either the reference is null or النيم حق النو فاعتقد لو أحط علامة استفهام بتكون null يساوي animation which is not correct. I don't know. To be honest, I don't know how to make it simpler. يعني أفضل حل إني أسوي كده بس قاعد أحاول أختصرها بخطوة واحدة. ما عرفت كيف اختصر لان ال ID لازم يكون animation name. So it is three states not just I don't know how to make it two states. So there you go. But قاعد اعتمد على ال idle animation. واحنا بس حلينا كارثة عاجلا ام اجلا المفروض كلهم يسرعون الانيميشن داخل الانيميشن ريزلت عاجلا ام اجلا ف layer animation او animation وين منت الايتم يا 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 اوكي يا يا كلهم 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 اوكي 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 Okay. But this sucker need to go. All right. أنا سيد معلن نفسي في تويتر but وين تركيزك يا حلو تركيزك أين هو هذا الانيميتد بارتيكل احنا عملنا الاد ريزولت نيو انيميشن داتا اعطيناها لل بيني وبينك المفروض يعتمد على الستيت نفسه يعني يعتمد على السايد والسايد يعتمد اذا كان معكوس ولا لا بس هاني اللي يتحكم فيها الكنترول الاكشن كونديشن بعدين بعمل فلاجات تقدر تخلي الاوبجكتس يكونوا معكوسين بدون ما تعمل كنترول بس الموضوع شوي يعني شوي بأجل لان حاليا حاليا خلينا نحاول نشغل الجيم نفسه so انا فجأة راسي لايك هذا الكود يبغى تعديل فهنا لما يكون ما في انيميشن لما يكون في انيميشن لما ما يكون في انيميشن لان عادة الانيميشن موجود اكثر ما هو موجود الريزالت and it seems it worked خلينا نحذف ذا السيلينج زين
فهذا داخل البارتيكل، فالبارتيكل اذا كان في انيميشن يوكل الشغله للانيميشن، انيميشن ديتا كلاس الانيميشن. يب 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 جميع الطرق تؤدي إلى روما، جميع الطرق تؤدي إلى روما. أنا ببالي شكوكا، أنا ببالي شكوكا. give me a second. We solve these issues. Hi. خليني اشتغل على الشغلة ديك، لان الشغلة ديك شوي حارق دماغي، مع انه ما يمديني استخدمها بسرعة لان يمبالينا انيميشن اول. So maybe I will wait till I make a simple animation. Maybe. This one. فالانيميشن بدل ما يحسب المربع مربع على كل فريم، المفروض اول ما يصير create animation بداخل animation class، animation class الباس هذا بيحفظ مواقع الفريمات وينهم كاركتانجلز، وبيعمل اري حجمه بالضبط حجم الانيميشن المتوقع. فبدال ما يكون source rf واحد بخلي اري، لان source rf وظيفته انه يرجع المربع الاول ويحسبها بالcalculation. فهذا بقلب array، بيبي يجيب للعيد، بيرفع بيبو بع. فبدال ما ياخذ القيمة دي، بياخذ القيمة دي في مربع واحد وبيعمل calculation. turn it into array. save this in a temp rec angle and calculate the rest. فالمفروض نقدر نعرف عدد الفريمات من هنا، فهذا بيكون حجم الاري. هذا لان كل فريم التيك حقه مختلف قيمته. مثلا ابي اول فريم ياخذ 5 تكات، كل تيك عن 16 ملي سكند، ثاني فريم بال 16 تيك، رابع فريم بال 100 تيك. فبالطريقه دي نقدر نعرف تسارع الانيميشن نفسه. again اللي تروح في سيلينج هنا. ما ادري اذا السيلينج احتاجه هنا ولا لا، المفروض ما اعمل تخبيط زي كذا. يا 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 خليني انسخ ده وارجع زي ما كان. انت عارف ان الله حق، المسألة مي مسألة يعني اعتباط، بس المسألة شوي شائكة. انزين، المفروض ابتدي in the next point but I'm kind of a little bit feeling I'm missing something. I feel I'm missing something. الافكت لاحقا، الافكت بس
ليش ده معمول له اوفررايد؟ مو البارتيكل كلهم انا كنت بخلي لهم افكت. This shouldn't be override, right? Let me compare. ان اعتقد ما اعتقد السبرايت باتش بخليه للجميع, فخلينا نعمل compare للكود. What's going on here? I might need to do some changes, but we will see. We will see. Oh, لا تعرفني. Seems the same code. Yeah, the only reason it's there is because then it can't any effect the creatures. Let me. Ta-da! So, المفروض كلهم يجعوا للبيس. Alright. Well, layer animation. Let me check the layer animation. والشغلة كلها أنا عملت كلها العفسة دي عشان اختصر التفرع, خليهم كلهم يلتقوا هناك. لا اللاير دي, اللاير هو اللي مبالا. اوه فاك, الكولوجن مفروض يسرعنا ما يسرعناك, لان الكولوجن يعتبر اللاير. اوه بوي يب. لاير انيميشن fun, freaking fun. Oh, recursive layer drawing. Fuck me. This thing will take forever to implement. It will be the pain, but hopefully, مع النظام المبسط, لأن أنا عملت recursive equipment, المفروض أقدر أعملها recursively بسهولة. المفروض. We will see about that. Testing this will be a pain. المفروض إذا ما يسمه زي كده يطبع أهنا, المفروض يسرع نفسه. اللي تقول بيكون recursive. Oh boy. Lovely. أو اللي يستدعي الدروي يكون ريكوزف. We will see about that. For now. Let's not worry about this, should we? This is a different story. Actually, المدافع في كاسل 2 بخليها layered. بخلي تقدر تبني البيس وتقدر تبني المدفع فوقه. We will worry about this really soon actually. خلينا نحاول نعمل مين منيو. فهذا المفروض تكون المين منيو لحقنا.
والخريطة تبع المين منيو نقدر نظرفها، بس this is not the issue. The issue is عم بسوي زي المين منيو القديم الكلاسيك، فإذا صار لي blue screen of death don't blame me. أقدر أراكم إياه. This is the main menu للعبة القديمة. How can we make it more professional? I'm not sure. تحريك الأزرار سهلة في ال Windows Forms Windows Visual Basic 6. Again, مو آخر إصدار. ما أدري وين آخر إصدار للجيم. جمال في الأولد اندي 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 دم بدم بدم دم بدم. اعتقد الويندوز حذفها كفيروس، هم موجود هنا على فكره. صار I believe I lost it. اوبس I believe I lost it. Hopefully I have it somewhere in one of my backups. Or maybe this is the one. فده الإصدار حليت واحدة من المشاكل. لا والله. This is the same. This is the same. It's not the same. There is one that's more updated than this one. I don't know. Where did I have it? Where did I have it? لأن دول الملفات أنا أنقذت من بعض الباكاب سيديات أيام زمان. So, kind of mess. Hopefully this is the one. No. تحت الإنشاء. This is not the one. I don't know where is it. But anyway. It's funny how did I lost that version. Somewhere. احتمال خسرت يوم الجيم اعتبر اشياء واجد فيروسات. هذا الاصدار تبع الشاشة اصلا ما يعجبني. يمكن هو محاولة ان احل مشكلة الريزولوشن، ان الشاشات القديمة ايام زمان قبل ما يطلعوا الاول سي ديز كانوا واجد كبار، فجأة ما عاد كبار يوم عملوا شاشات مسطحة، وظلت فترة طويلة ما في شاشات أكبر من 1200، واللعبة كانت أكبر من 1200. ف موسيقى من فاين فانتزي. I believe this is the one actually. بس الاصطلاح مو مكتوب له. فشوف في نجاة وحوش. فاهنا.
Yep. Yep, this is the one. This is the one. خليني اعمل compatibility check. انزين. ف this one الالوان الصفرة على زرقاء. Well, this is weird. والخلفية خضراء. This is weird. This is weird. I'm not an artist. I don't have no idea how to make color compatibility. Oh, Mauka, if you wish some help, please. Did you some help? The color اللي يجي عكسه. فأنا في طريقة أخذ من الشاشة بعضهم الأونلاين which is really useful. تقريبا أيوة أنا الأحوال اللي بختار لون بالشاشة كده مباشرة. ما في أمل يا شيخ, ما في أمل. ما اقدر, ما اقدر اعرف اللون من هنا لهنا. There is no way. وش بسوي؟ وهذا اللون الزرق. كيف اخذ اللون المناسب للي ورا؟ I have no idea. I have no idea. Maybe this one. But هو يقول لي اللون المعاكس, بس اللون المعاكس ما نبي معاكس بالضبط, صح؟ 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 I have no idea. بس خليني اسجل ارقام لان هدفي حاليا إني أخلي أقرب ما يمكن. خليني أسجلها في الملف نفسه. اللي هو المين منيو. فالمين منيو اعتقد باخذ لون قريب من ده. او اللي فيه اعتقد باخذ لون زي ده. اعتقد بس ما كان اللون ده شوي ثقيل على العين. لون خلفية بكبر أخضر, so والخلفية بالخلفية نفسها اللي ورا. سو I don't know. في عندي صور
مو اخر صداع، ما اخفيت الزعل. نوب ذيس از نوت مو اخر صداع. اكشلي بطريقة مش اقل بعد، لان ما عندي فلوس. نو ذيس از نوت، انا مو اخر صداع. ايه 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 بلا حصل مكان مجلد ان اقول ده مو اخر صداع. That's embarrassing, my friend. I'm distracting myself. Am I not? Yep. Yep. I need a break. No, this is embarrassing. This is embarrassing. لأن ما أخذ ملفات من باكم مختلفين. يمكن آخر صداع من لو شغل الجيم كبر البروجكت نفسه. Which I don't know. I don't want to risk it. It's a mess. ينبالي شغل virtual machine. وحاول عمل compile. Someday. Someday. Day. Day. Anyway. تركيزي ملح. ملح وزيتون. صور. روح للصور. روح للصور مش اللي معدلة، الصور اللي استخدمتها للمشاريع. على امل ان موجودة هنا القوي. يب. لا هذا القوي تبع الزفت. PNG. Willy Marty. So what is the game? Content is some algorithm or some else or project code name. Oh, whatever you call it. Fuck me. Go back PNG. Where did I put them? Where did I put them? You could film map simulator القديم. Map simulator 2 maybe. Come on map simulator 2. بلا انقلهم للملف ال 2D assets instead. Yep. فده شغل القديم. خليني انقله. عشان لو ليش بستخدم ده اصلا؟ ما في اي دافع اني استخدم ماب سيموليتر 2. I mean seriously. فخليني اشيله مرة واحدة. كم حجمه؟ نص جيجا. I mean do you really care about نص جيجا؟ just in case, just let me copy it, whatever. Put the fill to the assets. Nus giga, yeah. Dakhla. What the hell is this? I don't remember what the hell is this. لو أحمل بروتوتايب اللي قطعتهم.
Oh yeah, للأركيد. يب. شغل الأركيد ده. دكانت. والبليس هولدر تبع الدكان. I was like whatever. ما عرفت ارسمها زين. جاي بعمل زي الطاولة وكذا. I was like خربت الدنيا و like fuck it let's just later بعملها. And later never came. جوي بي اس دي. يروح تعامل على البي اس دي معاي. الجوي تبع بعد الاركيد. يا This is not the folder that I want to deal with. الا دي المنسي اركيد اي ام اي. اوكي. Alright. في شغل ناس محترفين قدموا لي قوي تبع وليم أورديل بس ما استخدمته لأن الحجم كان مرة كبير. موجود في هنا. فلو أخذ هذا أقطعه وأحطه في هنا هسه ما أروح جاي رايح جاي رايح جاي رايح. بس الكولرز طالع مرة دارك أصلا. الأزرار ما عملت أزرار. لا 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 هذا زر. ففي زي التكشر نويز فوق بطريقة ما وفي زي الاوتلاين. انا ما بيعيد استخدامه لان هذا المفروض لمشروع وليم اورديل اليوم لين بعيد فتحه. ولكن بحاول نعمل شيء مقارب ولكن مو عاجبني لان way too dark I feel in here. Castle 2 is a more colorful game. Something wacky like this but I don't know. We will see. Maybe I should take a break, take a walk, clean my head, because I need to make main menu. حجم الشاشة المفروض يكون حقد. هذا يضيع في داخلها أصلاً. فينبالي أحسب القياسات. كم تقريبا ثلث الشاشة دي وين بالي بعد هنا مكان اليوزر portfolio file or whatever. Let's take a look. Thank you.
Thank you.
My microphone wasn't on all the time. Congratulations. You have been. So. خليني أقيس كم حجم الشاشة تقريبا. فالمفروض حجم الشاشة. خليني أتأكد كل شيء أوكي. حجم الشاشة. ألف ومئتين وثمانية في سبعمية وعشرين. بقول الثلث الحقة. أربعين. That doesn't sound right. ثلث 400 قسمت على 30 بدل ما أقول 30%, which is يراويك قوة الذكاء حقي. للأسف طريقة عمل الجوي is not easy in my engine, not easy at all. ينبالي أضيف تمبليت ليهم. لأن حاليا I have no clue how to make one from the scratch. نظام الجوي is a little bit complicated. اتمنى لو مع اني سهلت يمكن ثلاث مرات, يعني ثلاث مرات مريت عليه وعملت اسهل واسهل واسهل. still complicated, still freaking complicated, خصوصا اني اتعامل مع الديالوجز بشكل مباشر. I printable, what the hell is this? Oh boy. I don't remember this interface. Oh boy. What the hell is this? I don't remember this one. I'll decker I dockable. Mau I. What the hell? So, congratulations. I'll take 3 years. I'm not. لأن النظام عملت فيه تعبير ثلاث واجد. I mean look at this. GUI crap, I'm telling you. دول اعتقد بعض غيار كيف يشتغلون. يا إلهي. دول المفروض لهم actions لأن الديليجيتس it's an extra work you can say. قلبتهم actions. Oh boy, I don't remember what did I do. I changed a lot of things. ينبالي refactoring بعد الثاني, بس انا ما كان عندي نية اعمل refactoring لده لان الانجن نفسه كان دمار. And this is good, but I'm sure there are older systems that are used like these. I'm sure I need to change these into these. I'm pretty sure. So yeah. فالديليجيتس ينبالي احذفهم واستبدل بدال دول الديليجيتس ودول الاكشنز واقلهم الفانكشنز. So it will take some يعني بدل ما استقبل مني كم مرتين استقبلهم هنا. It will take some work. حاليا
This thing need refactoring. This thing need refactoring. It's a mess. It's a mess. هسه الطريقة ان اعمل منيو جديد ان اروح لك بروجكت قديم وانسخ المنيو. او اشوف كيف المنيو اللي تبع اليوتيل تبع الديباج. اوكي في اشياء واجد بلعبث فيها. هذا النظام من اقدر الانظمة اللي ما لمس نظام الطباعة تبع المنيوز. I just kept adding on it. This need a lot of refactoring later on. Unfortunately, I don't have the willpower to refactor it now because there's a lot to deal with. فحاليا I'm just going to copy how the util was done. ولا اليوتيل في ريفرنس في داخل نفسه. اوكي والله يعني افكر حتى اني استخدم اعمل ثيرد بارتي تول تكتب السي شارب كود للكلاسات هنا او اني استخدم ملفات تحفظ المين منيو. يعني make a way to automate and generate this crap instead of setting it up every time. فالمين منيو المفروض ما تكون draggable وما المفروض تكون تحوي على نص بحد ذاتها. يعني لو نجي هنا معناه هنا مكتوب اختار طريقة اللعب. Actually yeah, اقدر اخليها printable واخلي هذه موجودة just because I can. So مع ان اختار طريقة اللعب لو تلاحظ ما هي جزء من الكمبوننت من Visual Studio انا عاملينها بصورة فوق اشوف حتى اني قايسنها بالضبط. Jesus احيانا سوينا اشياء غريبة. ولكن لان هذا الخط المفروض ان هذا جروب المفروض خط يسمى بس انا حط ليبل فوقها وقيسنا بالضبط. خبل شكلها اللي سويته يعني ما اعتقد لينا فيجوال ستوديو كان فيجوال بيسك 6 كان في كابشن للجروب ما انا متاكد يمكن للكابشن للجروب. But either case, I want to do something like this. Yes, no way. المهم, wait. زين الصور تتغطي على الديسكورد, فلو في رسائل خاصة, you shouldn't see them. Good. يعني لو واحد قال لي, sir, حياة أو اسم الله العظم أو something, ما حب يشوفه. بسم الله العظام. المهم فأول شيء خلينا نعمل ملف جديد للجوي.
أنا أضيف ديف الإديتينج محنا وائل أدن مغرب في الوقت يا الشتاء كاي أدن بسرعة خلينا أقفل ده خليني أروح على التوائل ما أعتقد فيه هنا قوي موجود just copy anything you need the BST dammit. Oh frick me man. I just want a BSD file. Cannot I have a BSD file? Let me just use the program. أنا محفوظ كBSD. خليني أتزرع. Rename GUI. زين. ممتاز. You. زين. GUI. كم حجمها بتكون؟ I don't know. It's a GUI. It should be large. Perfect. نبي فريم حجم 400. وارتفاع تقريبا 100. قول لو خليها ب 40 فوق 40 تحت. يعني بس المين منيو لو تلاحظ شكلها. ان في تحت اكثر ما يفوق ف ستين تحت ستين تحت عشرين فوق يعني ناقص ثمانين ناقص ثمانين يعني عشرين ستمية واربعين زين قول 420 actually بس اوكي ركز اللون الإطار بن امك تشوف الملف زين المين منيو اللون قريب من اللون ده ولكن لان شوي نبي في الاطار في المفروض I don't know should it be black or something I don't know I don't know. I hate design. I just suck at it. Okay? فقلنا احنا 640 ولا 620 140 اعتقد فالمفروض حجم المنيو هجر لي واللون هنا حاليا احفظه كبي ان جي
خليني أقولك معاناة عشان أعمل قوي. أي قل معاناة أحتاج أعملها. وإحنا الماب سيميليتر رنينج، أعمل إديت للجيم فايل، ضيف الصورة تبع القوي، وإحنا الأسيت وإحنا القوي، انسخ القوي، سيف، وإحنا الجروبس، روح مالي اسم المين منيو مين ام سي مين ام سي علشان بس اضيف الكنترولرز ان تقدر تتحكم بالجويستيك والكيبورد مدام ما هو لازم بالماوس. وين اضيف القوي نيم؟ في مكان اقدر اضيف القوي نيم. هنا فنضيف القوي نيم، نضيف القوي بي ان جي، بعدين فاك مي نحتاج الموقع. الموقع انا ما شيك بالضبط، 4 بكسلات بيرفكت. فالموقع اثنين في اثنين، فنقدر نسمي ال نقدر نفتح الفيور عشان نتأكد. حجم الموقع 2x2 والحجم 420x680. فهذا الفريم بالضبط. انا احتاج اعطي اسم اقدر اسميه main group box. save replace. هذا يمكن يعمل لي bug error crash لو عمل عندي مشكله لما اعمل edit للفايل في مخارج مفتوحه. الحين اروح نضيف dialog ونضيف الديالوج في الكاسل 2 ونضيف الانجليش. اختار طريقة اللعب. فنحتاج نعطيه اسم، خلينا نسميه مين جي بي. لهذا السورت مين جي بي، والمين جي بي نضيف له choose your destiny. choose a mod. it's kind of stupid. اختار طريقة اللعب. choose how to play. or choose what to play. I don't know. It's just stupid. It's wacky. Whatever. I don't care. حط بالعربي. اختر طريقة اللعب. كيف اعمل سيف؟ والله ناسي. قسم بالله ناسي. اعتقد هي auto save. الديالوج. بس عشان احفظ جميع التغييرات يملع السيف هنا. ما اعتقد الريبليس يخرف هنا لو اعمل ريبليس الجي اف. نو المهم الحين احنا حفظنا البيانات تبع الاسم والقوي نفسه. باقي نروح للجيم
نفتح البايبلاين تبع المشروع نفسه الدوك تشوفه داخل الكونتنت. استني 3 ساعات لما يلود. افتح الجوي. ضيف يو تيل اكزيست ان ايتم. No and compile. And الحين نروح للجيم نعمل فريم جديد. فخلينا نعمل مجلد جديد. ونسميه MC اللي هو Menu Components. ونعمل كلاس جديد ينبالي سوي Template بعدين ليهم. Oh fuck me fuck me fuck me na 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 na. المفروض احدد اسم الملف قبل ما اعمل كملف. rename Las Vegas rename main geek group box. Yes actually main group box MC. جميع الكلاسات الـ MC الحق ينتهي بكلمة MC. And الكلاس هذا شبيه بالـ UTL فخلينا نعمل كل شيء بالـ UTL. كل شيء included نعمل الـ included هنا. There is no magic in this life. ليش الانجن في content. Oh yeah yeah شان هذا اللي يتيل وش فيك. ف يمكن الكاسل تو النيم سبيس حق مشكلة. نو بس انا استخدم جيم لوفر ما ادري اذا هذا عمل جلوفل افك حالي. انزين لازم ارسل جرافيكس ديفايس مانجر. تقدر ان اتخلص من الشغلة دي. عملت لها زي ما تقول عمل طريق ان اروح وراها. نوب fuck me whatever calm down. انا متأكد ان عمل طريق ان you go around this crap. دكة بعد هذا شوي يونيك لان ده تبع المحرك. فانا مسوي شغلات ما نكتب. ابديت هاي اصبر تركيزي قل لان نومي كان كويس امس. خليني افتح كلاس قديم تبع what is a game واشوف المين مينيو كيف مكتوبة لان I need to change some of the stuff as well. بس حاني راسي فيه مليون حاجة شغال فيه so I cannot think.
can think. So wake up. روح للشيرد. لا هو ف يا روح للشيرد. روح للجوي. Any. Just open any. Actually, لأن هذه مكانها ثابت في العراب. أقدر أعمل مكان ثابت إن ما أخليها يعني. اكشلي الكود موجود عندي انا ما حذفته في الكاسل 2. لا اروح للويست جيم. اماكن ثابته. حيث اني ما احتاج احددها. But it use admin من كومبوننت. فالادمن كومبوننت قاعد يستخدم الكونستركتر حقه. Fuck. I could change some of the stuff. I can change some of the stuff. Definitely. أكيد من قبل إن أجول أرسلهم من الجيم نفسه. هذا اللي بعد دراغبل بعد. لا is dragable false. إلا main menu. إلا ما هي dragable. fuck me. لأن دول يعتمدوا على النظامين. تقدر تدعم النظام القديم وتقدر تدعم النظام الجديد. القوي نيم. anyhow. فالمفروض اخلي دي برايفت انا وجهي. بس انا خفت يمكن ان عشان الاوفرايد ايشيو. فخلينا نشوف. فهنا what's going on here? That's what your G name. Jamil. جي ايمج اسم الايمج هذا. اوكي اعتقد ينبالي احذف البيس من كومبوننت القديمين اللي ما استخدمهم. Let me go and check.
النظام يوم طورته خليت سبورت للقديمين، لأن المشاريع القديمة تعتمد على القديم، ما يمدينا نوحد 12 مشروع، أقل من 12، 7 مشاريع تقريبا على النظام القديم لأن ذا المحرك. But what the fuck is going on؟ ليش اللاير مكانه مختلف كل مرة؟ Like this is annoying. فهذا الفيرجن القديم I might need to get rid of it before I get my blood boiled. وبيني وبينك مفروض I don't no no I should keep it لأن مو كل القوي أحتاج قوي نيم. القوي نيم فقط عبارة عن طريقة تسهل عمل الحجم والموقع تبع الصورة. Fuck me. وليش دولة ما هو optional؟ والله في أسئلة كثيرة. يا الله كم يا خلاص. Going to hate a lot of things. There is a lot of crap in here. I'm telling you. There is a lot of crap. ليش؟ يعني أنا الكود ما ناسخني من هنا. Why it's not working? Did I change stuff? What did I do? What happened? Let me write it down myself. Let me. يا حبيبي لا تقهرني. فأنا قاعد استخدم القوي نيم، فخليني استخدم ده. فهذا اتوقع اللير اول بسبب ما بسبب ما I have no idea. Did I change the class before? I have no idea. بعدين يجينا motherfuck. Oh fuck you. Perfect. What the fuck? I deleted the script long ago. Maybe that's why I don't have the script anymore. Yep, that was the reason. Okay. I don't have the scripts anymore. ما عندي الانتربيتر القديم حذفته بالكامل لك. ايش بسوي؟ يا قاعد حاسوي من منيو. Congratulations. حاليا ننسخ ال add menu add component. والاد كومبوننت المفروض ترجع نوع I don't see the main mini MC. Give me a second. مو كثير أفعل ضغطي من جد. I don't see this fucker. Where is it?
Oh, it created it inside, really? قاعد أفكر بدل ما أعمله inside. Can I send a reference to it? I believe I can, بس وش يصير؟ وش يصير لو عمل هذا برايفت؟ وأعمل ده يستقبل مين منيو؟ ريفرنس. وفي داخل الكاسل تو من ما اقول this main menu يساوي this fuck نعرفها هنا اوكي بنام مع عمل رفرنس في الداخل ورفرنس في الخارج ورفرنس في النص نقول main dbmc add menu component ويمكن نغير اسم add menu component الى initialize فأي تغييرات أعملها في داخل ده مباشرة يعملها هناك فـ mm is equal to main gb GUI فالإعدادات تبع المكان الصورة أريد نسيته شاطر فنقفل ده نعمل edit main gb layer 0 group number 0 الموقع 2020 is visible to crypt fox crypt shield script is no image false is no dialogue false احنا وين دايلوج كيف اضيف المنيو نفسه صح نو اتس دايلوج از فولس دايلوج از فولس از نو دايلوج از تو اكشلي لان هذا بيحوي البانل في داخله والبانل في داخله بيحوي الدايلوج But wait, انت fuck المنيو ده يحوي اشياء هو بكبر انا خليت المنيو جي بي اوكي بس الكونستركتر اقدر احطه اللي في دايلوج اوكي
المشكلة الناس وش اللي كوبني to be honest. Let me go and check. Option yeah, I dialogue. Did I change the name? I'm fucking confused. No, the caption مختلف. I'm fucking confused. يمكن الكي تبع الديالوج. It should be. I mean, I haven't done this for a while. Yep. I believe, I'm not sure. Let me see. Actually, can you imdini the shard داخل دهنا will be shorter a little bit, but anyway drink the caption. قد سميته main GV. الحين يبالي أضيفهم للبرايورتي ليست. غريب الكونتينر نفسه عاملن القوي. بسم الله. ما عادي لا ينبالي اعمل الشو ولا لا بعد. بسم الله. يب. There you go. كيف دراغابل؟ ما كتبيها دراغابل. Darn it. For some reasons دراغابل. I thought I said draggable is false. Oh boy. What did I fuck up? I fucked up with something. I'm not sure what is it. واشوف الكابشن مش موجود. ما ادري. I hate dealing with this. I really hate dealing with this. والله ولا يمر على الكود اصلا ولا كأنه موجود. وحل درو فينا قسم خاص لل dealing with dialogues. Let's see what's going on.
إلا صار له إزعاج، بس ما المفروض الإزعاج يتكنسل لأن العامل إزعاج قبل فولس. I don't know، في شك أنا يبالي شيء قصير. Change the composition if it got dragged to a new location. Dragable is false. ليش عندي اثنين؟ واحد كانترفيس وواحد ك I have no idea. I have no idea. سحب لي تيل. الكوب نمبر shouldn't be zero. الكوب نمبر should be one. اوه هو هو لقيت جزء من اليوتيل منيو and I was like what's going on. زين Priority queue, fuck your queue, and fuck your queue too, yeah. Yeah. فالمفروض الحين ما أقدر أسحبه. لأن بالغلط خليته بنفس الجروب نمبر تبعه فصار جزء من اليوتيل. I was like, what's going on? ولأن كان هذا visible وحتى لو كان هذا invisible ما نام جزء منه صار قابل للسحب. عفست الدنيا بالعربي. عفست الدنيا. المهم. 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 One issue. الأفضل الأفضل معنا ما تفرق إن أغير اللاير عشان بعد إنزين. One issue left. ليش المين جي بي مش ظاهر؟ Cancel. تعرف يمكن لأني ما حددت وين انطبع. Really? وليت أكمل كل قديم. يعني ما اعتقد بس set text I hate you I fucking hate you.
Really? So apparently ما اقدر اخلي المين منيو ككونتينر، يمبالي هي نفسها ترمز القوي. لان المفروض هذا اللي يرمز المنيو بكبرها، مو مصمم اني يحمل الكابشن وكذا، فينبالي اعمل الخلفية بموقع مختلف اللي فهمته. Why cannot they be both? I don't know. I mean, seriously? لازم اعمل bottom ولا label عشان بس اعمل Can't I give the menus immediately الصورة؟ I fucking don't know. Main menu, everyone. I'm trying to make a main menu. Yes. Taking forever. موجود هنا الحجم. Fuck me, man. This is horrible. This is fucking horrible. بعد الـ ID بعد الـ Dialogue والديالوج ما احطه في المين منيو. غريب الديالوج احطه مباشرة كديالوج. This is weird. This is really weird. Yeah, but it's weird. It's a little bit weird. ليش ما خليت أرسل بس اسم الID؟ Maybe that's why it didn't work. أنا رجع الديالوج. أنا استقبل جي كابشن. خلينا نحاول نضيف زر. انضيف زين بل نعمل الكريفتيشن من جديد. هيد مسألة. That's why I need to make a template so I don't need to repeat this crap and I need to make it easier to use. This is horrible. بين بل يضيف button. لعبة القصر كان مالها تحوي سيف. We can add a save to it. نقدر نعمل new campaign.
نسمي الديكشنري مين DB ما ليش مع كوسين يا اخي شيء بيرفع ضغطك المفروض ده القوي نيم لانه ما في سكريبت انا السكريبت حفتي اوكي زين اوه عامل نظام اللي يصير هايلايت جميل 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 بين ما يضيف زرين زر للهايلايت وزر للعادي and I might take a break again because I'm broken what should order الموضوع oh yeah the Google layer 1 الموقع اعتقد موقع داخلي دي ولا I don't remember. خمسطعش هذا ارتفاع الزر. ارتفاع الزر I have no clue. كم بيكون ارتفاع؟ خلي 140 حاليا. Anyway, نحتاج نضيف button 1 و button 2. زين بنتحر بنتحر قسم بالله بنتحر زين اصبر زين اللون بنتحر ايه الحجم بيكون 420 نقول لو منتك بس انت بي انه الصاج كرتك نبيها حيث ان الحجم ده حجم ده 130 مقارنة ب مية
Not me, yeah. That's correct. That's correct. That's perfect. And my food, my dessert. Bottom one meal. So very bad. Bottom two. Seven to seven. زين. الحين هذا لما يصير له هايلايت كيف اقلب اللون حق. Sometimes I don't understand you. What did I do? What did I do? You know what? خليني أعمل له فلتر طيق دماء. زين. بلا قوم أصلي. I know. I have no idea. أبيكون أفتح ده صار. زين. نضيف ده على ده. Save. Okay man. نوقف الكاسل 2. I will take a break. بحب أصلي. ينبالي أضيف القوي أضيف كل شيء.
So we'll be right back. Come back to me.
Okay, we are back. أزول بس واحدة مقبعات غبية هني مناسبة الهالوين. بديت أطخ من الشغل بس مفروض I just need to keep going. من زمان ما عملت قوي, من زمان ما استخدمت أنظمة المحرك, لأني لي أكثر من سنة كنت أطور في الماب سيميليتر. عملت أشياء واجد جديد واجد واجد في الماب سيميليتر وما زال البيج ستيب كونتينيو. ينبالي أغير نظام الكامبين, ينبالي أغير نظام القوي, ينبالي أغير نظام, أجيب نظام الكاتسينز وأدعمه في المحرك بدل ما هو شغال في لعبة توليوم أرديل. There's a lot of work to do. ينبالي أعيد نظام الأتاك, ينبالي أفعل نظام الأنيميشن. Life. فخلينا نضيف موقع الباتنز. أول شيء المفروض الصور احفظها كPNG أو whatever. ينبالي أغير مكان أحدث الصورة. Actually ده مو أول شيء, ده يمكن آخر شيء. أول شيء خلينا نضيف buttons جديدين. ما أضف مربع للسايز whatever. المفروض في مربع للسايز. I don't believe it, I didn't add one. عشان رقم ده ننسخ على طول في حالي. هي حاجة جديدة أنا عملتها. Please arrange. And then the dialogue. Exit. فالمين كامبين المفروض اسميه بالانجليزية new cam بين, وبالعربي يصير لعبة جديدة أو something, I don't know. والإكزت يصير إكزت, بالعربي يصير خروج. لو أعرف لغة ثالثة كان أقدر أضيف خليني أعمل replace الـ GF again. ليه اللون ما زال أحمر؟ أوكس. لون أحمر معنا there's something missing and there's nothing missing, so I fucked it up somewhere. وين كنا؟ فنجدد الصورة اللي هنا. ما أدري إذا ضفت صورة عم أقبلي. I have no clue.
يعني لازم اعمل اكسكلود اول ولا عادي اعمل ريبليس؟ اي هاف نو فاكين كلو. وين الملف القديم او الملف اللي عدلته؟ وين موقعه؟ This one. كيف اشوف ال 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 اوكي حاطنا هنا no problem. يا لازم اعمل اسكيب اكسلود فاك يو. اوكي اوه بوي لا تقول لي حدث الصورة غلط او بي ريلي ابسيت. زين ليتس تست ات ليتس تست ات او ريلي ابسيت اذا حدث مكان غلط الصورة. اوكي المشكلة عندنا في التكست ممكن انا كنت عامل طريقة اني ارسل القوي والقوي نايم مع بعض. كاني متذكر كنت اسوي حاجة زي كذا. What's going on؟ كنت اتذكر في طريقة كنت ارسلهم فتين مع بعض. لايك انا كنسلت الشغلة دي. ترسل قوي ونقطتين فوق بعض. Button one. Something like يمكن في السكريبت فقط. لما اتعامل مع السكريبت لما بعمل جنريت للجوي ان ران تايم فجأة اتذكرت الحاجة دي بس anyway what's going on why did it fuck up فاللي يقول لي الصورة اللي توقعها مين جي بي really why not GUI اي واحد انت المين جي بي really This one is the problem.
ايش الجي ايمج محفوظة ب بال الجوي نيم instead of what did I do what did I do okay 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 لأن حذفت الكابشن okay figured there was something fishy I hate you now I really hate you now you know that نسيت ما أضيف الأزرار الـ Priority List so let's do that بعد أجيب العيد be careful with that And there you go. فالخط ينبلع كبره المواقع ينبلع عدلها شوي شوي. الموقع بالضبط اللي في على الشاشة weird مش مضاف which is okay. Okay. فيا أضيفه. أو أجمع مباشرة طبعا أن احنا زائد 30 أيضا تقريبا 70 قول 30 وهذه يقول 600 ناقص حجم المربع حجم المربع يقعد 40 70 80 بس 600 ناقص 80 حط 600 خلينا نشوف whatever ايه نقص منها قول 40 او 30 او whatever اوكي فدول المفروض يتحركون يمين يسار but we will do that later خلينا نعدل في الخط خلينا نختبر في عربي ولا لا ايوه لعبة جليلة الخط العربي ينبلع من الإزاحة والخط الإنجليزي ينبلع من الإزاحة حجم الخط الناسي كيف كنت عمل تعديل من oh fuck you shit ينبلع عدل من هنا I might change that later on الديالوج هو اللي يحوي ميزات الخط يمكن أضيف شيء زي السكيل نعمل 12 والألوان تشتغل بس بالإنجليزي بالعربي يصير ينبالي فعلها بشيدر وما في بولد didn't work save replace all right
شوي أكبر؟ يمكن شوي أكبر. ما عملت function تعمل calculation للcenter unfortunately. أو يمكن عملت واحدة ونسيت as usual. فا mm b1 set text shift Let's give it a look. واجد نازل. Okay. Much better. الخروج بالعربي perfect. بس ال exit بالانجليزي. ولا دفع زيادة. Okay. وي زيادة. أنا شوي ينبلع على اليسار شوي شوي okay much better ال space بين تاو مربوط بالجيم مرة بعيد مرة بعيد oh well كأن كلمة جديدة كأن ال spelling حق غلط احس انه كان مفروض اصغر الازرار شوي لما بهم يروحون يمين يسار لان لو افتح الصورة القديمة راح يظل سبيس شوي ما ادري خليه مربعات بالضبط حادة كل الزاوية عشان بيرتفع الضغط شوي شوي زين نقول المسافة نفسها أحس أن المسافة نفسها anyway يمكن لو أزيح مشوي على اليمين لأن they are not perfectly centered لاحقا بحاول نخلي الكاميرا تتحرك في المين منيو I don't know but we have a simple main menu اللي زعجني العنوان مو ظاهر في المين منيو لأنه ما أعرف تظهره يا أغير كيف الكونستركتر يشتغل وخليه يستقبل دايلوج واني اعمل ليبل لان عادة الهولدر ما يظهر ما في كلام يعني عادة بس مو عيب ان نخلي الفريم نفسه
فيه دايلوج للكابشن. هي غبية، هي أصلا غبية. لاحظ في المين منيو قام مكتوب اختار اللعبة، بس حبيت إن أقول لايك ميك إت لوك لايك ذا أولد وان جاست بيكوز جاست بيكوز. زو الخوش اكشلي تحت. Should I do that? Maybe I should do that. Just because. من بلا يغير لونه بعد. من بلا صغر. To be honest, ما بدي اطفش من الشغل. To be honest. خلني ما بديت اطفح. I don't want to look at code anymore. I don't want to do anything anymore. فتقريبا تقريبا عملنا المين منيو، ما اكملناه وانما يعني حطينا بداياته. يبالي نعمل بروفايل منيو. Can I call it a day? I might call it a day. I don't want to make a profile menu. It will take a lot of work. I don't want to even do it in front of camera because I will be like a zombie. Actually, مفروض أعمل الجست قبل ما أعمل المين منيو. فعملنا مين مينيو بسيط. انا الماب عملته قبل ما ابدا الفيديو. عارف داخل الجيم فينبالي قبل ما اعمل حاجة لي أقدر أحوس في المدفع نفسه. في عندنا base actually we changed it a little bit. غيرت رأي بدل ما عمل sand base 2 أو 3 عندنا rock. عندنا دن 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 عندنا دن بن بن دن. أقدر أضيف مدفع الأول ياش تعرفني ما عمل بلط لين في عندنا بروتوتايب المدافع تحت. المسافة دي مبالي أشيلها بعدين لأن جاي بعمل القصر هنا وبعمل البيسس ومدافع الثابتين. I don't know. Maybe I should finish the design first.
organize the thing first before ما اني اضيف الاوبجكت. I don't know, يمكن اضيف الاوبجكت الحين وانا اعد البيانات, because I was organizing the crap. الأوبجكت أنا غير نظامه, خليت الأوبجكت arc class وخليت ال arc class يقدر يحملون object entities, فيا يا 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 يمديني أخلي المدافع يمدينا اخلي المدافع كويبنز وبعدين اخلي الويبن كلاير افعل من هنا. واخلي البيس يستقبل لاير مين واحد من الويبنز بيكون نوع هنا, فينبالي شوي شغل, ينبالي شوي حوسه. فخلينا نحاول نعملها, خلينا نحاول نعملها. ضيف weapons واعتبر دول الويبنز عشان الويبن. اوهو ريلي 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 ينبالي اضيف ريفرنس للصورة. شور ما انا متأكد انه ينسخ اللي يعمل ريفرنس للصورة في الماب سيميليتر, بس في الانجن يجمعهم كلهم كرفرنس. فإذا كان نفس الصورة نفس ده يعملهم كرفرنس, يا يجمعهم كلهم في طبقة واحدة. Of course. أوه حاول تضيف البي دي ان انا وجهي جميل ما يقبل البي دي ان. I believe that was the issue. Let's see. Yep. I'll delete the KBDN. I need to hide the asshole a little. ضيف الصورة اللي في المشروع نفسه, لا توهق حالك. كاسل 2 لا 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 الماب سيميليتر 3.1 كاسل 2. بس اخاف بعد بي الحين يقولوا مو بالصورة ما اقدر اسب. اوكي زين سيف سيف. زين ايش سمي ميني جن؟ ميني جن
يا حبيبي. اوكي سيف. وهذا الميني جان اقدر بعدين احطه كاكسسوري تايب، اقدر في الوصف اضيف الوصف. حاليا ما احتاج كولجن اله، خليني اضيف كانون. ميني كانون انا نو سيف. فاك مي فاك مي فاك مي فاك مي فاك مي فاك مي. شفت نسيت كيف استخدمه. اوه يا 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 بروح للارت كلاس نفسه ودول اختارهم ترتي هنا. سيف. هنا اروح للبيس نفسه. ريلي كل بيس ينبلع اقول له تعال هذا احفظ. اوه بوي. Oh boy, oh boy, give me a second, give me a second, give me a second. Ah, that. Yeah, the basis of so, and then I'm not fucking enough. So, how did anybody act if it? I'll be making them low. I'm a bad deal ahead. So, how did. نعمل له 2 زين save changes. الحين دول كيف اخليهم يحفظون؟ اني ابي اعطيهم قدرة ما اعتقد خليت اللايرز يدعمون الانيميشن يت، بس السلاح يقدر يشتغل شوي مختلف عن الاكسسوري، بس انا خليت اكسسوري في النهاية فالمفروض الاكسسوري يدعم اللاير. والله ناسي مع ان الشغل يعني انا عاملنه. كيف ما احافظ القوائم الجديدة؟ خليني احفظ save and exit. راسي بدي يفتر شوي sorry about that. لأن اللي بخليه لما تبني البيس يمديك انا ما ادري ايش فايده القائمة الجديدة المفروض تقدر تحفظ الفورم هنا
ناس كيف تدعم الانيميشن ليهم to be honest. There is a way ان ادعم الانيميشن. بس خليني نكتب هنا مثلا مين. لا مين بتجيب العيد لانه في طبقة اسمها مين. وهي للطبقة الرئيسية. ما انا متأكد to be honest. ما متأكد لما السلاح ينطبع هل ينطبع بكبره ولا لا. I'm confused. I'm confused as hell. لأن الإعدادات هذه الصيف إهنة. I was looking for this. Okay, okay. I changed. Yeah, yep. Fuck me. Confusing. فإهنة أقدر أقول للأوبجكتس واحدة واحدة. This is really bad. This is really boring. This is really suck. And رتبهم بالعكس again. And I hate you. I hate you. Okay. إحنا نقدر نضيف turret ونسميه main turret ويدعم turret one وكل واحد منهم نفس الشيء. لا صح تصيف لا يضيع. الحين لما يكون الأوبجكت آيدل نضيف صورة للسلاح. I'm not sure how this will work to be honest. I'm not sure. بسم الله. فهنا يطبع المين ونقدر نطبع فوق. كيف نطبع فوق اللاست؟ نقدر نطبع مين turret. ليش في مربعات هنا؟ What's going on here? I believe this is like something for testing or something. I forgot. I don't know. Bounded equipment. Oh yeah, yeah, it is the bounded equipment. Okay, okay. Lost. هذا فقط للاختبار. Save. بس هذا الفون كي ناسي تماما كيف النظام يشتغل. يب كونجراتوليشن. Congratulations. مو تماما وانا ما في confusion لان اقدر اعمل accessory forms كيف شكل ال turret لما يكون في form معين. طبعا ما اضفت ال animation لاحقا ما اضيف لك لوحة منهم idle animation. بس لو نروح للويبن هنا هذا شكل التيرت نفسه دون انيميشن. هل اقدر استخدمه كباوند كاكسسوري بحيث ان لما اطبع البيس واعطي البيس
الترد المفروض الترد يظهر فوقها. ف في الديفولت هنا المفروض الموقع يكون 0-0. اذا كان ترد ثانيين وصغارين بلا حدد موقعهم والانجل 0-0، بس الانجل المفروض بالكنترول نقدر نعمل تغيير له او بالسكريبت او whatever. اللي بعض شبدي اني ما متأكد كيف اعمل سيتنج للفورم كي بحيث اني اخليه ديفولت، هل عمل طريقة انا زي كده ولا لا، فشوي ناسي. احتمال من هنا لما في القائمة دي الاكسسوري هنا اروح للويبن واعطي الفورم هنا اسم، فلو اسميه مثلا main form ما اقدر اضيفه. Why? I don't know. فللترت نفس حجم الترت ولل كانون بس الغبي ما قاعد اضيفه هنا ما اللي اهنو اللي يمكن لازم احدد اعتقد اول. يب 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 and crashed. I'm tired. I'm sorry. I can't focus. This is a lot. What? Crap. I did a crash from anywhere. I'm in layer data. Yeah, I done something stupid wrong. You might have taken some in Farah and button off. I don't know. I don't know. يب بالإضافة المفروض ما يكون فيه يب. شيت lot of work, a lot of fucking work. I'm not going to deal with this now. I'm checking out. Sorry about that. A lot of breaks, صلاة نص بطيخ and can't focus. Just can't focus. There's a lot of work. شكرا دابا ونراكم بعد أخرى.